هذا البيت من أقدم بيوت البلد يعتبر، يعني كان صاحبه الحج علي السمارة كان من أعلام البلد يعني، ومن الناس القديمين. ومن هذا البيت جزئين، الجزء الحديث اللي عمره تقريبا 100 سنة اللي هي العقد، وهي وفي هذا الجزء الرواية حسب المعطيات 400 إلى 500 سنة العمر. ضربت مثل بلدنا في التسامح، ما انحرك بيت، ما انقتل أي إنسان نهائيا، يعني ماشيين في الجهات وشغل الحل العشائري والقانون. البلد ضربت مثل في تسامحها بين الكرة الفلسطينية، طبعا هي كل كرانا كل احترام إلهم وكل المحبة إلهم، لكن هاي الميزة تمتاز بها جديدة، وكله بفضل ربنا وفضل إنه أهل البلد كلهم متعاونين، كلهم بيت واحد وأسرة واحدة.